اثنين من السادة المهندسين وقعنا من السيد وزير الري. الثلاثة تم ضمهم في دعوة واحدة وصدر بهم حكم الأمس. الموضوع اللي اتكلمنا عليه الحكم طلع بوقف الفصل في الطعون تعليقية وإحالة الطعون للمحكمة الدستورية الرابعة. الفصل في هذه الطعون يتوقف على مدى دستورية نص المادة 20 من قانون رقم 66 لسنة 74 من عدم. لما دفعنا بعدم الدستورية دفعنا بعدم دستورية نص المادة 20 في فقرتها الأولى اللي هي بتعطي السيد وزير الري بتعطي له حق الطعن على قرارات وصحة انعقاد الجمعية العمومية أيا كانت عادية أو غير عادية. المحكمة علشان تحيل إلى الدستورية لازم ترى جدية هذا الدفع ولازم تشوف إن في شبهة عوائق دستوري ومخالفة لنصوص صريحة في الدستور. استندنا على كده مش ردا على إقامة السيد وزير الري بتعليقه إنما احتراما للدستور الذي حظر التدخل الجهات الإدارية في عمل النقابات واحتراما للسوابق الدستورية اللي قضت بعدم جواز تدخل أي جهة إدارية أو تدخل للسلطات التنفيذية للدولة في عمل النقابات وأرست مبدأ الحرية والديمقراطية النقابية. بناء عليه الطعون من حيث الموضوع لم يفصل فيها بالقبول أو بالرفض، يعني صحة الجمعية العمومية التي تم عقدها يوم 6/3 هي جمعية عمومية حتى الآن صحيحة وقراراتها نافذة لأنه لم يصدر أي حكم بوقف هذه القرارات أو ببطلان هذه الجمعية أو الدعوة إليها. كل ما نص عليه الحكم قال إن المادة 20 من القانون بفقراتها الثلاث مهلهلة وبها عوار دستوري ورأت المحكمة قبول الدفع بعدم الدستورية وإحالة الطعون للمحكمة الدستورية العليا من حيث أولاً الفقرة الأولى اللي هي حق وزير الري في التدخل في العمل النقابي أو الجهات الإدارية على العموم مش وزير الري تحديداً. دي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية هي الخاصة بإن الطعن على الجمعية العمومية من السادة الأعضاء وجوباً أن يكون هناك 100 عضو. في ضوابط قضائية دستورية قالت إن من حق أي عضو أن يطعن على الجمعية العمومية وصحتها وقراراتها إلى آخره. المحكمة تصدت للفقرة الثانية والفقرة الثالثة من تلقاء نفسها. الفقرة الأولى إحنا دفعنا بعدم دستوريتها، استجابت المحكمة، إحنا بنشوف إن ده انتصاراً أو الخطوة الأولى في الانتصار للحرية النقابية وعدم تدخل الدولة في إدارة شؤونها. وأنا بهني أحد نضالات المهندسين مع القوى الوطنية كان رفض هذا النص، إحالته بمعرفة المحكمة ده أمر لابد أن نحييه عليه لأن ده إضافة إلى العمل الوطني النقابي في نقابة المهندسين وغيرها من النقابات. هذا الحكم وهذا الدور اللي تم من نقابة المهندسين أنا بأهدي هذا الحكم إلى جموع المهنيين المصريين اللي هم رضوا كثيرا من أجل حرية نقاباتهم، وإحنا الحمد لله هنكون أحد الوسائل اللي هي هتدي هذا الحق إلى كل النقابات وكل المهنيين المصريين. على هذا الحكم النقد يعني دفع فيه ولغى فيه إمكانية فرض أي حراسة على أي نقابة من النقابات المهنية، وده موضوع كان منتهي، وإحنا كنقابة مهندسين استفدنا من هذا الحكم الذي أصدره المستشار الغرياني بخصوص فرض الحراسة على نقابة المحامين، وكانت المدعية كانت الأستاذة فاطمة ربيع. فهذه الأحداث قديمة واحنا استفدنا من هذا الحكم في القضيه اللي رفعناها واللي حصلنا بيها على حكم نهائي بانهاء الحراسه على نقابه المهندسين في 2008 وانتهت الاحداث في 2011. فقضيه الحراسه هي قضيه غير ليس ليها مكان لا دستوري ولا قانوني والموضوع منتهي. فبرضه نرجع لاي استفسارات قانونيه في هذا الشان.